احنا في المعرض في هدايا اخر السنه في قطاع صناعه تقليديه بولايه نابل، موجود في دار نابل. فما تقريبا 25 حرفيه اللي مشاركين في المعرض هذا، الاغلبيه نتاعهم من خريجي التعليم العالي، وهذا دليل على انه الشباب اليوم قاعد يخدم ويدخل في قطاع صناعه تقليديه. شفنا تقريبا اكثر من شطر حرفيين عملوا تكوين منا على الاقل مره في الاب ديزاين تاعنا. شفنا كذلك تحسن كبير على مستوى الجوده نتاع المنتوج، شفنا منا منتوجات مختلفه دونك في الصناعات التقليديه، وهذا يعني دليل انه القطاع قاعد يتعافى، قاعد يلقى في معنا في التعافي نتاعو بشوي بشوي. بعد الازمه اللي شفناها نتاع كوفيد، اليوم قاعد القطاع يرجع، وخاصة مع رجوع السياحة لتونس، يعني شفنا اللي القطاع تنعوش، القطاع معناها قاعد يتطور أكثر، قاعد يخدم أكثر. كذلك الصادرات نتاعنا منتوجات الصناعة التقليدية قاعدة تتطور، اليوم فما أسواق جديدة قاعدين نخدموا عليها. بعد ما دخلنا السوق الأمريكية، كذلك دخلنا السوق الكندية. عصيمة رحمة أرشيفيكت جيتوني جيبل، تعلمت صنعة متاع الفاتنية ملس، وبعديك تعلمت صنعة متاع سميرية، وبديت تخدم في السماك. عملت سمول بيزنس ندعي هو ديزابتيك العباد، نخدمنا بالغادات جديدها، نعمل ديزابتيك البرسوناليتي دي. كما نقوم حاجة نستوضاق هذه التمالي موجود، كان جرافيس طلبات، بعد عملت أختك داتا بيوت ربي الديبيت، وكنت هكا تعلم شوي شوي هكا شوي شما شوي مديت، ونشتلت لقريكو معني طالي لقريكو لغو سيبسيون، بعد عملت شي فرماسيون، بعد عملت فرماسيون مع الزيوين الباتيمو، ديجا وبديت نخدم في الكوليكسيون تاعي. هذا اللي نخبو هنا، وهذا اللي ريزولتا خشب أشبه برشا كبير، خاطر حاجة أوريجينال مثل مانتاج تيزا، معناها خمبون برشا. وفي هذا اللي نسميه مكخمي، هذا اللي نسميه مكخمي. أول مرة بدينا التكوين كان في الاتحاد الوطني للمرأة دار سعفان فيري، فقعدت نمارس الخدمة هكا. كانوا يجيو كليونات الاتحاد والأجانب يوريهم الغرزة والتنقيبة بالنار والكل. عدت تكونت، بعد عرفت قعدت نخدم في داري. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وهذه معرض من بين عشرات المعارض اللي قاعدة اليوم تتنظر في تونس من هنا شهر ديسمبر. تقريبا عندنا أقل شيء من ثم 30-40 تظاهرة قاعدين يتنظروا في مختلف الأنحاء الجمهورية، واللي الهدف نتاعهم هو مساعدة الحرفيين اللي بيروجوا في المنطقة.